رائحة طعام فلسطيني تخرج من هذا المنزل. هنا في محافظة الجيزة بمصر، رائحة تروي حكاية أم فقدت ابنها مع بيت وأموال وحياة في غزة. لكن هذه السيدة الفلسطينية بدأت مشروعاً لبيع الطعام حمل اسم أم شهيد. بعد يمكن شهر من دخول مصر هنا اتفاجأت وطمن على أولادي اللي أنا علي ابني مستشهد قذيفة اللي هي الزنانة بنقولها مخدعة باب مستشفى. هو كان متطوع هناك يعني يساعد الناس وإشي، فضربة استشهد. قلت بدي أسميه إيش، كعك غزة؟ قال لي لا سميه كعك أم الشهيد. فقلت خلاص اسم حلو. الحمد لله هذا بيقفلنا بيستقبلنا للجنة، والحمد لله استشهد موتة شريفة شهادة، والحمد لله استشهد أحمد. وأنا بتباهى إن أقول أنا أبو الشهيد، بتباهى فيه إنه أبو الشهيد بيرفع رأسي، شهيد ارتفع عند الله. اندلعت الحرب وانقلبت الأحوال لتضيق بهم السبل أكثر وأكثر، لكن منتجاتها من الطعام الفلسطيني وجدت رواجاً بين الفلسطينيين والمصريين على سواء. المصريين والله بياخذوا، بيقولوا لنا والله أكلات طيبة وزاكية وبنبسطوا كتير عليها، والفلسطينية في بيعرفونا يعني رحلوا من غزة وإشي بيعرفونا، والله بيقولوا لي يا أم حسام والله بدنا كذا كذا، في إمكانية تعملي؟ آه بعملكم. هذا الطفل هو أحمد صغير آخر أحفادها، اختاروا له أن يحمل اسم عمه الشهيد، عسى أن يظل اسمه وذكراه حاضرة دوما لا تغيب. أخذت أم الشهيد من المطبخ الفلسطيني أجمل مكوناته ومن قلبها أصعب ذكرياته، لكن الحياة يجب أن تستمر فيما تظل ذكرى الأحباء باقية لا تموت.